في الحادي عشر من يناير 44 900 ألف قدم 58 عضوا من حزب الاستقلال الحديث النشأة وثيقة إلى السلطان وإلى المقيم العام الفرنسي الجديد الجنرال جابرييل بيو تطالب صراحة باستقلال المغرب تحت قيادة السلطان محمد بن يوسف. أدى دعم السلطان للوثيقة إلى مواجهة مفتوحة بين القصر والقوى الوطنية من جهة والإقامة العامة من جهة أخرى. رفض السلطان التنحي عن العرش فتم نفيه في العشرين من غشت عام 53 900 وألف تلته مواجهات عنيفة ضد الحماية الفرنسية. التحالف الوطني مع القصر كان خلق واحد نضال واسع، خلق واحد توجهات واسعة داخل أكبر ما يمكن من الشعب المغربي للاستعمار، واجه فيه الحركة الوطنية بالقمع ومهيئ كذلك لعزل الملك محمد الخامس في 20 غشت 1953. هذه كلها شروط اللي خلقت ردة بالفعل وخلقت كذلك الكفاح المسلح في أهم المدن المغربية لمواجهة الاستعمار والتحليل. وهذه الفترة هذه ومن بعد انتقلت إلى جيش التحرير في الشمال، هذه عجلوا بحل المشكل المغربي اللي تتلخص آنذاك قضيتين: قضية عودة الملك إلى عرشه، قضية استقلال سياسي للمغرب. في باريس فتح المغرب وفرنسا صفحة جديدة من تاريخهما، فوقع كريستيان بينو باسم فرنسا ومبارك البكاي باسم المملكة الشريفة على إعلان مشترك يلغي معاهدة فاس ويعترف رسميا باستقلال المغرب، لكن الاتفاق عرض على الجمعية الوطنية الفرنسية للمصادقة عليه. هذا الاستقلال على كل كان استقلال نقص بالنسبة لواحد العدد ديال المقاومين وواحد العدد ديال المناضلين، لأن همش أجزاء مهمة من الوطن المغربي ما دخلوش في مفاوضات ما تحقق استقلالها. مباشرة بعد عودته من المنفى شرع السلطان محمد الخامس في توحيد المغرب، فكانت زيارته إلى محامد الغزلان حيث حظي باستقبال شعبي كبير وألقى خطابا تاريخيا حول استرجاع الصحراء. أننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان. بعد الاستقلال جرى حل جيش التحرير بالشمال، لكن السلطان محمد الخامس اتخذ قرارا بالإبقاء على وحدة من هذا الجيش لمواصلة القتال في الصحراء. احنا القتال اللي تعطانا الأمر من عند محمد الخامس وهودنا للصحراء وفتحنا المراكز ديال تدريب أولا، وبدينا تندربوا أبناء الصحراويين، وبداوا الصحراويين انكبوا علينا بجمال ديالهم بولادهم. غداة الاستقلال انسحبت إسبانيا من شمال الصحراء في عهد حكومة عبد الله إبراهيم سنة 58، وكانت تريد تسليم الصحراء الغربية كذلك للمغرب. إن المغرب هو الذي لم يكن متسرعا، ربما عن خطأ لم يكن المغرب متسرعا لاسترجاع المنطقة نظرا لتواجد جيش التحرير بالجنوب فيها، ولا الفرنسيون كانوا يرغبون في بقاء الوجود الإسباني حتى لا يتم استعمال الصحراء من طرف جبهة التحرير الوطنية الجزائرية. الهدف الرئيس هو تفكيك بنية جيش التحرير الذي بدأ يهدد بشكل جدي الوجود العسكري الإسباني في الصحراء.
كما بات يهدد المصالح الفرنسية في موريتانيا، فوقع تعاون عسكري فرنسي إسباني بشكل مباشر وعلى أعلى مستوى. بعد أحداث جيش التحرير وهجوم كوفيون المشترك بين القوة الإسبانية والفرنسية على جيش التحرير، توصل المغرب وإسبانيا إلى اتفاق على تقسيم جديد للصحراء، وقع أبريل 1958. تخلت إسبانيا بموجبه عن طنطان وطرفاية، ورسمت حدود اسمها حدود طاح، لم تكن حدود تاريخية في الصحراء قبل ذلك التاريخ. هذه الحدود ما وقع جنوبها من الصحراء الذي بقى تحت السلطة الإسبانية والذي سمته إسبانيا صحراء أوكسيدنتالي إسبانيولا. عند استغلال الطرفاية الصحراويين جميعا انطلقوا من هذه المنطقة إلى جنوب المغرب، طرفاية وطنطان وواد نون، ورفضوا المقام في أرض النصارى، لكن لم يعاملوا بمعاملة تليق بهم. طلبوا من إخوانهم الباقين مع تحت النفوذ الإسباني أن يأخذوا لهم الإذن ليعودوا إلى المنطقة، فرحبت بهم إسبانيا وفتحت ذراعيها، واتخذت هذا النفور لما شافت هذا النفور التي نفر الصحراويون من المغرب، أخذت استقلت هذا وقالت أنتم ما أنكم مغاربة ولا أنكم جزائريين ولا أنكم موريتانيين، أنتم إن قالكم الشعب الصحراوي. جاءت فكرة القومية من هذا، هذه الفكرة ما جاءت ما هو من عام 61 ولا 62، جاءت فكرة الشعب الصحراوي. المهم في تلك المرحلة هو أن إسبانيا لم تكن تريد الاحتفاظ بالصحراء، لكن كل شيء تغير بعدما اكتشفوا الفوسفات، فاستثمر الإسبان وأصروا على البقاء في المنطقة لأنها أصبحت ذات أهمية. كان عدد الساكنة قليلا، فالإحصاء الذي قاموا به أو الذي أجروه عام 75 حصر عدد الناخبين في 70,000 شخص فقط. 66 وقع ما نسميه نحن محليا بعام الثانية. السنية هو السيناتور، هي التوقيع، لأن إسبانيا طلبت من الساكنة أن يوقعون لها على أنهم يريدون بقائها معهم. قامت إسبانيا بحملة دعائية لإقناع الساكنة بالانخراط في مشروع حكم ذاتي موسع تحت سلطتها، لكنها قوبلت منذ البداية بالرفض. محمد سيد إبراهيم بصير الذي نشأ وسط زاوية بن عياط بإقليم الظلال لعب دورا مهما في حفز الهمم، هو الذي قاد الساكن إلى قيام بأول انتفاضة بالعيون في 17 من يونيو عام 1970. وسيدي محمد بصير هو ابن سيد إبراهيم بصير، هو عمنا، شقيق الوالي، هو أصغر أبناء سيد إبراهيم بصير. ولد سنة 1942 ودرس في الزاوية أولا هنا في بني عياط، وولد هنا في بني عياط في قلب جبال الأطلس، ودرس في الزاوية، حفظ القرآن الكريم. بعد ذلك ذهب إلى مراكش إلى ابن يوسف، وانتسب إلى الجامعة العتيدة هناك، تخرج منها إلى أن حصل على شهادة البكالوريا. دخل الاستثمار في ذلك الوقت أواخر 67، قصد المساجد وبدأ يعلم الناس في المساجد، يحارب الأمية، كان يستغل هذه الدروس يعني لإدكاء الحماس في الصحراويين. هنا فكر بالضبط أن يؤسس حركة سرية. الحركة هي منظمة الطلاع إلى تحرير الصحراء، السقة الحمراء وواد الذهب. هذه الحركة هي انشأت بعد أحداث متسلسلة كانت قبلها، وجاء الزعيم محمد بصيري بن الحاسد إبراهيم، وصار يتصل بالناس الكارهة للاستعمار. كان العدو هي مؤتمر دولي لإظهار ولاء
السكان للاستعمار الإسباني. كان العدو قرر أن يوم 17 يونيو هو يوم المؤتمر، فنحن قررنا أن ذلك هو يوم التظاهر. لقد تفاجأنا في 17 من يونيو عام 70، تلقينا معلومات تفيد بالإعداد لتنظيم مظاهرة موازية عند مدخل المدينة. بمعنى آخر، مسيرة مساندة لإسبانيا وسط المدينة وأخرى مناوئة بجوارها. وصلت شاحنات إلى خارج المدينة تحمل أناسا من الداخل لمواجهة المظاهرة الإسبانية، فنصبوا مخيما كبيرا هناك. وفي الأخير هجمت علينا إسبانيا بالرصاص الحي وقتلوا شهيدان وجرح 20، وتم سجن أكثر من 700 في ذلك المساء. ركزنا اهتمامنا على تحديد مكان بصيري في العيون لأنه لم يشارك في المظاهرة، لأن ذلك لم يكن ممكنا بالطبع. اتخذ من إحدى البيوت المبنية بالأحجار جوار المدينة مخبأ، فرافقنا دورية للشرطة ليلا، فتم اقتياده إلى مكتب الشرطة حيث تم وضعه رهن الاعتقال. أخذوه وكان معنا في السجن وأنا آخر من راه بعيني. اختفى في الوقت الذي كانت فيه تحكم فيه الصحراء، ألا وهي إسبانيا التي قام بالانتفاضة ضدها، ضد الوحدة. وتعلمون سيدي أن بصيري صوفي ابن شيخ من أكمل مشايخ المغرب، وبيتهم لا زال عامرا بالروح الصوفية الأصيلة المتأصلة في جمع الشمل. يشكل التصوف عنصرا مهما في الهوية المغربية، فطيلة عدة قرون يتجلى في تأطير روحي وتربوي تقوم به الزوايا، وقد لعبت هذه الزوايا دورا كبيرا في الحفاظ على وحدة المذهب المالكي. جميع الحركات الصوفية التي ظهرت في المغرب إلا لها فروع في الصحراء، بالعكس بل تطورت في الصحراء وأثمرت طرقا تربوية مهمة استفاد منها سكان الشمال. السابع عشر من يونيو هو الموعد السنوي للزاوية البصيرية لجمع مريديها احتفاء بذكرى الشيخ محمد بصير. في أكتوبر عام 63 900,000 اندلع نزاع مسلح بين المغرب والجزائر المستقلة حديثا حول ترسيم الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية. اصطفت المعارضة المغربية بقيادة بن بركة إلى جانب الجزائر. في زمن انقسام العالم إلى معسكرين، جسدت الجزائر الاشتراكية طموحات حركات التحرير الوطنية والصراع ضد الإمبريالية في إفريقيا. انتظم التضامن بين شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في إطار مؤتمر القارات الثلاث حول شخصيات ثورية ماركسية مثل فيدل كاسترو وتشي غيفارا. اتخذت حركة الموري هوب أو الحركة الثورية للرجال الزرق من الجزائر العاصمة مقرا لها، وتلقت منها دعما كاملا. كان الهدف هو تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني وإلحاقها بالمغرب الوطني الأم انطلاقا من الجزائر. بسهولة كنا نلتقي حركات ثورية من جميع الدول اتخذت من الجزائر مقرا لها، ومن تندوف كان بإمكاننا مهاجمة الوحدات الإسبانية المتمركزة في الصحراء. لكنني لاحظت أن بومدين وحكومته كانوا يرفضون هذا الإلحاق
بل ويسعون إلى إنشاء دولة مستقلة في هذه المنطقة. من بروكسل شرعت في إنشاء أولى لجان الدعم لمواجهة نظام فرانكو. هناك ربطت علاقات مع الباسك ومنظمة إيتا ومجموعة غرابو والجيش الجمهوري الإيرلندي والألوية الحمراء الإيطالية. لم أكن أتفق مع هذه الحركات في كل أفكارها، ولكن كانت تجمعني بهم بعض القواسم. في الفاتح من شتنبر سنة 69 900 ألف، قاد ضابط شاب من الجيش الليبي انقلابا أطاح بالنظام الملكي لعائلة سنوسي. بوصوله إلى السلطة في سن 27 لعب معمر القذافي دورا هاما في قضية الصحراء. أبدى القذافي دعما كبيرا لحركات التحرر ومقاومة الاستعمار والحركات الثورية ضد الإمبريالية، كما جعل من محاربة الأنظمة الملكية هدفه الأساس، فكان الحسن الثاني من المستهدفين. خرج الحسن الثاني سالما بأعجوبة من المحاولتين الانقلابيتين ل71 بسخيرات و72 في الطائرة. ساند القذافي بشكل واضح الانقلابيين واقترح دعمه لإسقاط الملكية. الوضح أول الضباط الوحدويين الأحرار كما يسمى ينظرون إلى كل الأنظمة الملكية نظرة سلبية جدا. انقلاب السخيرات 70، ثم بعد حادثة الطائرة في 71 والتي أعلن فيها العقيد معمر القذافي مساندته للانقلابيين في 70، ثم أعلن أيضا مساندته، بل أراد أن يرسل طائرات في عام 71 بالنسبة لحادث الطائرة القنيطرة. أصبحت هناك خلاف كبير جدا بين الجانبين. كانت ليبيا تبحث عن زعزعة الملكية ومساعدة ثوار المغاربة على الاستيلاء على الحكم. أهم شخصية في هذه الحركة اليسارية هو الفقيه البصري الذي كان يتلقى دعما كبيرا، بل إن محطة إذاعية ثورية كانت رهن إشارته وتبث برامجها من طرابلس. الفقيه البصري كي تي اون راديو ريفولوشنير كي ايميتي ا بارتير دو تريبولي. في مدارس الرباط وفي جامعة محمد الخامس كان العديد من الأطفال والطلبة المنحدرين من الصحراء يتابعون دراستهم. أغلبهم كانوا كذلك من أبناء أعضاء جيش التحرير بالجنوب. تحولوا بسرعة إلى متزعمي الاحتجاج انطلاقا من الجامعات التي أصبحت أحد أبرز منابر مقاومة الاستعمار. هادو بنت لهم فكرة في السبعينات وأن بارتباطهم بعائلتهم بالمنطقة، ارتباطهم بالوضع في المنطقة، كان عندهم روح تحريرية لاسترجاع الوحدات الترابية في هذه المنطقة. قيادة جيش التحرير معناها ساهمت في قراءتهم وكذلك نقلهم إلى الشمال، تلقوا دراستهم الابتدائية والعليا واندمجوا في الحركة السياسية، وبخصوص إما في النقابة ديال الاتحاد الوطني للطلبة كطلبة مغاربة، وكذلك فيهم الناس اللي انخرطوا حتى في الحياة السياسية بعض الأحزاب السياسية. خلال شبابنا عشنا كل ما كان يعيشه الشباب ذلك الوقت، أي الثورة ورفض كل شيء.
حاولنا الاتصال بالمسؤولين هنا في الرباط لتعبئة القوى السياسية، وذلك من أجل طرد إسبانيا وعودة الصحراء إلى حضن المغرب. كانت لنا اجتماعات مع الداخلية، سلمنا مذكرة إلى إدريس البصري حررتها شخصيا رفقة شابة فرنسية تدعى نيكول وكانت تعمل مدرسة في القنيطرة. اتصلنا بعلال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي في منزله، كما اتصلنا بالمحجوب بن صديق زعيم الاتحاد المغربي للشغل، لكنهم لم ينصتوا إلينا. كنا في سن مبكرة بين 18 و20، وكانت هناك عدة مظاهرات خصوصا في طنطان. اقتنعنا بأن خطابنا لم يكن متلائما مع الظرفية السياسية لتلك المرحلة. في يونيو عام 72 استقبلت مدينة طنطان الصغيرة والهادئة موسمها السنوي. نظم حوالي 30 شابا صحراويا أغلبهم طلبة قدموا من الرباط مظاهرة ضد الاحتلال الإسباني. واجهتهم السلطات المحلية بقمع شديد، تم اعتقالهم وحبسهم في ظروف لم يفهموها، مما أدى إلى تصلب مواقفهم وهم أبناء أعيان وأعضاء سابقين في جيش التحرير. كنت ضمن الذين صمموا أولى اللافتات. كان مكتوبا على اللافتة الأولى: مع الحسن الثاني سنحرر البلاد، وقد كتبها الوالي مصطفى السيد شخصيا. ذهبت إلى طرفايا واستغرقت الرحلة عدة أيام لأن الطريق لم تكن معبدة، وكنت على متن سيارة تابعة للعمالة. كان هدفي هو توزيع مناشر على الحدود ضد الاستعمار الإسباني وتضامنا مع أهلنا الذين تعرضوا للقمع والاعتقال. بعد عودتي إلى طنطان اكتشفت أن الوالي وآخرين قد تم اعتقالهم من طرف قائد المدينة. في نفس المساء نظمنا أول مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحهم. لقد قامت السلطات بقمع هذا الحراك في طنطان. فهمنا آنذاك أن علينا الاشتغال بعيدا، ولهذا ربطنا اتصالات بالصحراويين الآخرين في المدن الأخرى. ذهبت شخصيا من أجل لقاء بعض الطلبة في العيون، ومنهم خليهن ود الرشيد في منزله، وكان آنذاك في مدريد. عدت إلى العيون. في تلك المرحلة كانوا يعطوننا ترخيصا لمدة 5 أيام فقط للدخول والخروج من المدينة. كان الإسبان يمنعون الدخول إلى العيون. لم يكن لدينا الوقت للقاء الناس ولا الوسائل للقائهم في إسبانيا. كنا نفكر في إنشاء تنظيم لمواجهة إسبانيا ونظام فرانكو. اجتمعنا شمال موريتانيا، قمنا بإعداد نظام الحركة. يتعلق الأمر بالجبهة من أجل تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، لا إشارة إلى الصحراء، لأن مصطلح الصحراء كان بالنسبة لنا فضفاضا وكلمة استعمارية. وكانت هناك صحراء في المغرب وفي الجزائر وفي موريتانيا، كانت الصحراء في كل مكان. البوليساريو كانت تعني الجبهة من أجل تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. أنا الذي ترجمت هذه الكلمات إلى الإسبانية. في تلك المرحلة لم تكن لدينا فكرة إنشاء دولة. كنت أعيش في موريتانيا بشكل سري. قمت بالاتصال مع وسائل الإعلام وبتحرير بلاغات البوليساريو. أنا الذي قمت بإرسال أولى البلاغات إلى ابن ميتيران الذي كان مراسلا لوكالة الأنباء الفرنسية في نواكشوط. اختارت جبهة البوليساريو على رأس قيادتها زعيما شابا هو الوالي مصطفى السيد. هو ابن مقاوم ونشأ في طنطان. تفوق في دراسة الطب في الرباط وتشكل وعيه السياسي في الجامعة.
اعتبر نفسه وريثا لجيش التحرير بالجنوب، واتفق مع رفاقه على إتمام ما بدأ أسلافهم. هو الذي نظم في يونيو 72 في طنطان المظاهرة المناوئة للاحتلال الإسباني للصحراء. تكونت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الضحى، وانخرط فيها الصحراويون جميعا مؤيدين، واصبحت هذه العيون نساء ورجال، خلايا 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 تتصل بعضها ببعض، جميع الخلايا لمناقشة الأمور، وتكونت حتى 74 سنة أصبح الانطلاق، أصبح الشباب ينطلق إلى الجبهة الخارجية اللي فيها، انطلقوا خارجا وحملوا السلاح وأصبحوا حقيقة يكافحون الاستعمار الإسباني. التحقت مبكر بتنظيم ما يسمى بالبوليزاريو تقريبا في نهاية 1973، بناء على لقاء تم مع مجموعة كانت آنذاك تقريبا هي الطليعة اللي انطلقت من الأقاليم الجنوبية. التحقت بالحركة سنة 74 في جنوب الجزائر. نظرا لقلة إمكانياتنا كان مشروعنا معرضا للفشل دون دعم، أي الدعم المادي. الفقيه البصري هو من قدم الوالي إلى الليبيين. أستطيع أن أعطيكم اسم الشخص المكلف بالتنسيق معهم، إنه عبد المنعم الهوني، أحد رفاقي القذافي خلال الانقلاب وضابط سابق انتقل إلى المعارضة بعدما كان قائدا لجهاز المخابرات. ما هو الآن موقف ليبيا من قضية الصحراء الغربية؟ موقف الجمهورية العربية الليبية، الموقف الليبي كان واضحا دائما. عند إنشاء جبهة تحرير الصحراء قدمنا لهم الدعم العسكري والمالي، فاضطرت إسبانيا إلى إخلاء المنطقة. كنا نتمنى أن ينتهي الأمر هنا بذهاب الإسبان وتنتهي مهمة الجمهورية العربية الليبية، لكن ليبيا كانت قلقة بشدة من هجرة الساكنة وتدخل القوات الأجنبية. نأسف لكون هذه القوات لم تشارك بنفسها في تحرير وادي الذهب، والساكنة التي حصلت على هذا الاستقلال توجد الآن منفية ومبعدة. أمام هذا الوضع ليس بمقدورنا إعطاء تفسيرات أخرى، لأن القضية أصبحت شديدة التعقيد. كانت هناك علاقة بين الوالي مصطفى السيد والنظام في ليبيا، العقيد معمر القذافي استقبل هؤلاء الشباب، أراد أن يتبناهم من أجل يعني خلق مشكلة للحسن الثاني. ليس القضية قضية صحراء أو إيمان بها أو كذا ولا شيء. العقيد معمر القذافي سألته مرة، قلت له كيف يستقيم أنك أنت من دعاة الوحدة العربية وفي الوقت نفسه تساند جبهة أو تنظيم، هذا التنظيم يدعو إلى أمام يقودها أساسا أبراهام السرفاتي، وكان يعتقد أن هناك نواة ثورية في الصحراء يمكن تطويرها. أتذكر الأدبيات المشهورة لمنظمة للأمام لتلك الفترة، حيث كان الحديث عن دعم حركة تحرير الجماهيرية الصحراوية وليس الشعب الصحراوي، لأننا لم نكن نعترف بهوية شعب هناك. بالنسبة لنا يتعلق الأمر بحركة مغربية تحت اسم آخر كانت ستحمل السلاح ضد الحسن الثاني، ولما لا ستساندنا وتكون قاعدة خلفية ضد النظام المغربي. كان الهدف واضحا، إسقاط الحسن الثاني. في شهر 9/74 فكرت إسبانيا أنها تعطي استغلال داخلي للصحراوية، واتصلت بي خليهن ود الرشيد. فكرنا في أن لا ود لنا أن نتصل بإخواننا في الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء وادي الذهب وننسقوا فيما بيننا ونطرحوا عليهم الفكرة. فذهب إليهم خليهن ود الرشيد، هو عبد الرحمن ود الليبك، ولكن لم يوافقوا. لما رفضوا فكروا الحكام في إنشاء حزب، فقالوا لهم ستكون حزب
ليكون ضد الجبهة. إيماجيني، تخيلوا فرانكو يقبل بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء وينشأ حزبا سياسيا اسمه حزب الوحدة الوطنية الصحراوية بالإضافة إلى مجلس يمثل الساكنة المحلية عن طريق الانتخاب في حين لا وجود لتعددية حزبية في إسبانيا. إن مشروع حكم ذاتي لجمهورية صحراوية قائمة للأعيان بدا لنا مفاجئا لأنه ليس منطقيا. كنا ننتظر تسليما تلقائيا للصحراء الغربية إلى المغرب لأنها أعلنت محمية إسبانية تزامنا مع تقسيم الشمال بين فرنسا وإسبانيا، وبالتالي بدا لنا الأمر غريبا. وهذا الحزب السياسي تم إيصاله للتفاوض مع البوليساريو في موريتانيا حتى لا يظهر التدخل الجزائري. في الواقع الجزائر كانت وراء كل ذلك. فرنسا لم تتخلى خصوصا في منطقتنا هذه، منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا، لم تتخلى بعد عن استراتيجية المصالح. فقد وجدنا الحكومة الفرنسية تتحمس وتعمل بجد وتقوم بالضغوط ضد الحكومة الإسبانية في ذلك الوقت لكي تسلم الصحراء الغربية لحلفائها ولعملائها. كنا نحس بالتواطؤ بين الجزائر وإسبانيا. تم استدعائي إذن لاجتماع اللجنة التنفيذية المشكلة من 7 أعضاء وهذه المرة فوق التراب الجزائري. في الأخير أصبحت المفاوضات في فيلا ناصر قرب متحف باردو في الشارع الرئيسي بالجزائر العاصمة مع مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسبانية. كنت أتفاوض مع إسبانيا تحت حماية الجزائريين. كان الجزائريون يضغطون علينا لنقبل بتسوية تقوم على إطلاق سراح الضباط الإسبان وقبول مجلس للشيوخ وحزب الوحدة الوطنية الصحراوية والبوليساريو كقوة سياسية ثالثة. كل هذا من أجل الإعداد لاستقلال الصحراء تحت اليافطة الإسبانية. لم نفهم شيئا، كان الضغط شديدا علينا لقبول الأمر. فهمت حينها أن هناك حوار بين الجزائر ومدريد قائمة على حساب حزب سياسي ومجلس مقرب من الإسبان والبوليساريو المقرب من الجزائر، كل ذلك للتوصل إلى اتفاق. اجتمعوا ليعلنوا أننا حققنا الوحدة الوطنية ضد من؟ ضد المغرب وليس ضد إسبانيا. ذهبنا رفقة الأمير مولاي عبد الله شقيق الملك. بإمكاني أن أشهد وأن أؤكد أننا تلقينا من طرف الجزائريين ليس فقط موافقة بل دعما كاملا ومساعدة للمغرب على استرجاع الصحراء. رفع المغرب مسألة تصفية الاستعمار بالصحراء إلى الأمم المتحدة، وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 من أكتوبر عام 75. وفي 6 من نوفمبر انطلقت المسيرة الخضراء وسار 350,000 مدني لتحرير الصحراء. في 14 من نوفمبر من نفس السنة وقع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية مدريد. قبلت إسبانيا سحب قواتها من المناطق الصحراوية.
استشاطت الجزائر غضبا على أعلى مستوى فرفضت هذه الاتفاقيات بشكل علني وطردت بالقوة 350 ألف مغربي، فأعطت بذلك الجزائر توجها جديدا لإيديولوجية البوليساريو. لكن ما كان يعتقده الفرنسيون أو الحكومة الفرنسية بأن أزمة الصحراء الغربية افتعلت من طرف الجزائر، وافتعلتها أنا شخصيا. هذه الدعايات التي روج لها المغرب وروجت لها فرنسا اليمينية، لا أجيب عن هذا السؤال، لأن الإجابات كانت واضحة. دخلت البوليساريو في حرب مع المغرب، فاكتشف أبناء الصحراء استعمال السلاح، خضعوا للتدريب والتسليح والتمويل من طرف الجزائر، وأعلن في الجزائر عن ميلاد جمهورية. بسم الله وبعون من الله وتجسيدا لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا، سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. دخلت ليبيا طرفا في اللعبة، هي التي اقترحت إنشاء الجمهورية الصحراوية. لم نكن أبدا متفقين على تسمية الجمهورية العربية الصحراوية، لأن الصحراء شاسعة. لم نكن نرغب في تسميتها لا بالصحراء ولا بالعربية. ليبيا هي من ضغط على الجزائر. الدفوعات الأولى من السلاح جاءتنا من ليبيا عبر سفارتها بنواكشوط. والمال عن طريق الوالي. لم يكن باقي القياديين يعرفون ماذا كان يفعل الوالي بالمال ولا مع القذافي. اتضح للجزائريين أنهم سيصبحون أكثر أهمية، وبأنهم سيستغلون أراضيهم، وبأن القذافي مهم بالنسبة إليهم. اختاروا أن يقوموا بالمهمة مكان القذافي، فضلوا أن يقوموا برعايتهم عوض تركهم بين أيدي القذافي. هذا هو الحساب الذي قام به الجزائريون. هناك عنصر آخر كان حاسما وأثار انتباهي. كان الجزائريون معجبين بشجاعتهم. كان بومدين معجبا بالمقاتلين الأوائل لبوليساريو. كنت ضمن الأشخاص الستة الذين استقبلهم بومدين في تيبازا عام 74. قال بأن من الواجب مساعدة الشعوب المستضعفة. كان ذلك هو اللقاء الأول. سياسة بلادنا واضحة، لسنا ضد المغرب أبدا، لكن حنا ساعدنا ونساعد الشعب الصحراوي. قيل أن الجزائر تساعد، نعم أنا نساعد، وأن الجزائر هي اللي خلقت المشكلة. موقفنا واضح كذلك، ما خبيناش واعترفنا بالحكومة المؤقتة بتاع الشعب الصحراوي، ما خبيناش، هذا معروف. شن مقاتلو البوليساريو مدعومين من طرف الجزائر عدة هجمات لزعزعة استقرار موريتانيا وإضعاف اقتصادها. استهدف المهاجمون بصفة مباشرة العصب الاقتصادي لموريتانيا من خلال الهجوم على المناجم وقطارات نقل المعادن. شارك الوالي مصطفى السيد في الهجوم الأول يونيو 76، لقي مصرعه في ظروف بقيت غامضة. عثرنا على هؤلاء الجزائريين الذين قد يكونون متورطين مباشرة في النزاع. نستطيع في منطقة ما من موريتانيا استجواب أسر الحرب لأول مرة. تم أسرهم خلال هجمات نواكشوط. هم رفاق الوالي. ما هي جنسيتك؟ الجزائري. هل أنت عضو في جيش الجزائري؟ نعم. هل تم أسركم عندما كنتم تقاتلون إلى جانب البوليساريو؟ نعم. في أي ظروف تم أسركما؟
وكنا في معركة واعتقلنا الجيش الموريتاني. منذ متى تم أسركم؟ منذ أكتوبر سنة 76. أكتوبر 76؟ نعم. هل أنت أيضا جزائري؟ هل تم أسرك خلال معركة نواكشوط وكنت مع مجموعة الوالي؟ نعم. كيف وقع ذلك؟ كنا على بعد 150 كيلومترات من هنا، ثم فجأنا الجيش الموريتاني. هل حصركم؟ نعم، وتم اعتقالنا ونقلنا إلى هنا. هل كان عدد القتلى كبيرا ضمن مجموعتكم؟ قتيلان. نحن ضحية اعتداء سفير من طرف الجزائر، وعوض أن يعتدوا علينا بواسطة القوات المسلحة النظامية، قاموا بذلك بواسطة مرتزقات ينفذون هجماتهم في بلادنا قبل العودة إلى معاقلهم في الجزائر. لم تكن لدى الجزائر حجة سياسية قوية للدخول في حرب مع المغرب، لم تكن لديها أسلحة أخرى وأوراق أخرى إلا ورقة الصحراوي، فجندت كل إمكانياتها لذلك. تمكن البوليساريو من إضعاف موريتانيا وتركيعها بعد معارك طويلة. وقع انقلاب عسكري في موريتانيا، غادرت موريتانيا الصحراء، واقترحت فرنسا على البوليساريو عن طريق هوفيت بوانيي تسلم المنطقة التي كانت تحت الإدارة الموريتانية، لكن الجزائر رفضت. إنه أمر مفاجئ. كنت شخصيا في فندق شيراتون بباريس بدعوتي من هوفيت بوانيي الذي لم يستقبلني أبدا، لأن الجزائريين دخلوا على الخط. بوتفليقة هو الذي استقبل بعد 3 أيام من طرف الرئيس جيسكار. لقد تم إذن تهميش البوليساريو. لقد وقع وضع سياسي في المنطقة أعطانا الانطباع بأن حياد فرنسا ليس حيادا إيجابيا لصالح السلام، وحتى كن قل حذرا فهو حياد إيجابي في الاتجاه الآخر. Vous voulez proposer une rencontre au sommet avec l'Algérie, c'est un geste de bonne volonté, vous pensez qu'il va être suivi d'effet ? Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. Alors, voilà. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. لجأ البوليساريو إلى أعمال قرصنة بحرية ضد مراكب الصيد في جزر الكناري. في منتصف الثمانينيات كان رد الفعل الإسباني صارما تجاه هذه الأعمال الإرهابية. قررت إغلاق مكاتب البوليساريو فوق أراضيها، وتم طرد ممثل البوليساريو في مدريد أحمد بخاري إلى الجزائر. بين العامين 77 و87 900 و1000 كنا في فترة نزاع مع البوليساريو. لقد انتقم بتفجير المراكب التي كانت تصطاد في السواحل المغربية، استهدفوا فقط المراكب الصغرى وليس السفن الكبرى. خلفت هذه العمليات عدة قتلى، تضررت عدة عائلات كنارية، منهم من فقد أبا ومنهم من فقد أبناء. أتذكر جيدا الاغتيال الوحشي لهذه العصابة من إرهابي البوليساريو، اعتداء على سفينة تحمل اسم كروز ديلمار، اغتال طفلا عمره 11 سنة وأباه وعميه وطفلا صغيرا. في تلك الفترة كنا نشتغل في سن مبكرة، لم يكتفوا باستهداف مراكب الصيد بل هجموا سفينة حربية إسبانية.
أن تدافع عن فكرة سلمية بوسائل عنيفة وشكل من أشكال الإرهاب الفكري وطريقة لتشجيع العنف. إن العنف الظاهر منبعه إيديولوجيات عنيفة. عانينا نحن الإسبان من عنف البوليساريو ولا يجب علينا أن ننسى ذلك. قتل العديد من المدنيين بينهم عمال وصيادون في هجمات البوليساريو، والعنف هو قاعدة إيديولوجية لم يتخلى عنها البوليساريو. غداة وفاة الوالي مصطفى السيد شعر البوليساريو باليتم فبحثوا عن قائد جديد. اختارت الجزائر محمد عبد العزيز أحد مؤسسي البوليساريو وابن أحد قدماء القوات المسلحة الملكية المغربية. بكل بساطة نصبت الجزائر أحد رجالها الذي لم يكن معروفا من قبل. في قصبة تادلا المدينة الصغيرة والهادئة بالأطلس المغربي يعيش والد محمد عبد العزيز. فاق سنه 100 سنة وهو عضو سابق في جيش التحرير بالجنوب ومتقاعد من القوات المسلحة الملكية المغربية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات معكم أجر عظيم. الحمد لله رب العالمين. جت في الصحراء في السقية الحمراء 1912، ومن ذاك العهد أنا في الصحراء، لا نشوف في الصحراء لا رحل، عندنا لا المشية البل والغنم ورحل، ولا من البل خلقت السحاب نشوف 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 نقصوا موريتان نقصوا الجزائر نقصوا الأرض اللي خلقت السحاب نشوفها نشوف الأرض المغرب إلى 56 56 خرجت في جيش التحرير، تميت في جيش التحرير إلى عام 60 إلى موت الملك سيدي محمد. وها جيش التحرير ترنديت الجيش الملكي، تميت الجيش الملكي إلى 76 يعني متفرقة في اللي راهوها في الجزائر، في اللي معايا لولو عامين جاوني أمراتي هنتين جاوني في العيون، ها من شفتهم من الساعة ما قد شفتهم ممكن مالي ما قد شفتهم. هذا الرئيس اللي يقول إنه محمد عبد العزيز هو ولدي، ولا قد شفته من 56 شفته من 76 75 شمال الساعة كان حدا كان يقرأ وكان يقرأ في القدير وتفقني مهم أنا في الطنطان ومشال فيها ولا شفت ما عرفت من قشت. قالوا كنت وزيرا للداخلية، أنا من قام وساهم في إنشاء المخيمات الحالية للبوليساريو. شغلت منصب وزير الخارجية للبوليساريو لمدة 15 سنة، ثم وزيرا للإعلام وممثلا في الجزائر العاصمة، وهي وزارة كبرى وأهم منصب لا ضرر لطبيعة العلاقات مع الجزائر. بعد ذلك تكلفت بالعلاقات الخارجية للبوليساريو، حيث زرت أغلب الدول الأوروبية لشرح موقف البوليساريو وإقامة علاقات هناك. كنت في جنيف ثم في الموزمبيق. عند عودتي من الموزمبيق حاول اغتيالي بواسطة السلاح سنة 78 900 و1000، ثم أجبروني على وضع برنامج للتعليم. كل برامج التعليم اشتغلت عليها في مدارس هي في الحقيقة عبارة عن معتقلات. بدأت مدرسا ثم مسؤولا سياسيا عن وحدة صغيرة تلك الفترة. بعد ذلك تمت المنادات علي إلى الجزائر العاصمة لأتكلف بالإذاعة والإعلام، الحديث النشأ آنذاك. سافرت عدة مرات إلى أوروبا، خصوصا إلى بلجيكا وفرنسا وسويسرا، أي إلى دول فرانكوفونية. سنة 78 كنت عضوا في المكتب السياسي للبوليساريو في سن 22، فالتحقت بالجيش. وهذه المرة في قيادة العامة كنت مكلفا بالتوجيه السياسي بصفتي مسؤولا سياسيا بجيش البوليساريو. كنت عضوا في القيادة العامة بين 78 و 85 900 و1000، كما كنت واليا على مخيمات أسرد والدخلة، ثم أصبحت مديرا عاما للبروتوكول برئاسة البوليساريو، وهو آخر منصب شغلته في البوليساريو.
عينت في نهاية 1988 كسفير للبوليزاريو في روم. كان العمل بطبيعة الحال أكثر هو مع البلديات ومع الولايات ومع المجتمع المدني ومع النقابات ومع الأحزاب وبالأخص الأحزاب اليسارية. وفعلا كانت العلاقة بالسفارة، سفارة مثلا الجزائر في روما، ثم كان هناك تنسيق مع الأمن الخارجي الجزائري. أنا ذاك كان في روم شخص معروف يسمى محفوظ، أظن عن محفوظ هذا اسم حركي، إلا أنه ضابط سامي في المخابرات الجيش الجزائري، وكان على اتصال بنا على الدوام. يجينا في المكتب، في مكتبة البوليزاريو، ونمشوا لعنده. وفعلا كان الدعم المادي وكانت المساندة اللوجستيكية وكان التشاور، هذه أشياء حقيقية. في العام 88-900 اتفقت مع قياديين آخرين من البوليساريو على ضرورة إنهاء الوضع الذي نوجد فيه. قدمنا استقالة جماعية وحذاهدونا مئات من أطر البوليساريو. اندلعت مواجهة في المخيمات وقبلت بالقمع من طرف البوليساريو. حاول محمد عبد العزيز التوصل إلى اتفاق، لكن الجزائريين تدخلوا خلال الأسبوع الثاني، قالوا له نحن ندعمك، يجب أن تسحق معارضيك. محمد عبد العزيز دعانا محمد عبد العزيز لمرافقته إلى الجزائر العاصمة قصد الاستماع إلينا عن قرب. كان من الحضور السيد إبراهيمي وزير الخارجية والعربي بالخير الجنرال الذي يتحكم في الشاد بجديد ومساعدي الذي كان زعيما لجبهة التحرير الوطني. صرح مساعدي قائلا لا لن نترك الصحراء للمغرب، ستبقى الصحراء حصة في حداء المغرب. هنا أجبته آسف لكنني لا أريد أن أكون حصة في حداء أحد. أحسست برفض الجزائريين لفكرة بوليساريو داخل المغرب. هنا قلت مع نفسي هناك شيئا لا أتفق معه. أجبر النزاع آلاف الأشخاص على الفرار من المعارك. تم نقل النساء والأطفال والشيوخ على متن سيارات رباعية الدفع وعربات مهترئة مرفوقين بعناصر البوليساريو والجيش الجزائري. تم تجميع أغلبهم في مخيمات تندوف، وهي إحدى أكثر الأماكن قحولة في الصحراء الجزائرية. تجاونا الكمائن وجاو رافديننا وقالوا لنا قوم يلا قدروا رانكم ليه تخلاو، راه المنطقة كردتهم موريتان والمغرب ورانكم لاهي تذبحوا الناس. راهي الرحيل يوميا كون قالوا المغرب لاهي يخليكم، ما هم باخي المغرب ما هو خاليهم كاع، غير لا دعاية. الدعاية التي كانت وكنا نحن نعبي عليها الناس أن المغاربة مفترسون وأنهم سيقتلونكم إذا دخلوا وأنهم ليسوا أصدقاء. انطلقت من مدينة الداخل إلى مخيمة تندوف 1975، كان ذلك الوقت عمري 5 سنوات. أنا شخصيا من الذين حظيوا بنقل من طرف القوات الجزائرية أو بترحيل من طرف القوات الجزائرية من بلدة أمقالة سنة 1976. أبي انطلق وحده، أخي الأكبر انطلق مع ميليشيات بوليساريو، أمي وأخواتي انطلقنا وحدهن، وأنا وإخوتي الاثنان انطلقنا في شاحنة أخرى. لم نصل المخيمات إلا بعد أسبوع كامل من أصول أخواتي. قبضوا التركة مشاو بيهم ووزعوهم لكل بلاصة، شي قاسوا به ليبيا شي الجزائر شي كوبا، وبقيت أنا نخدم خدامة شجن. التركة مشاو 76 دخلونا في ميليشيات، نحن تركي الصغار أنا ذاك، ومنين دخلونا في ميليشيات بدأ فينا التكوين، بدأوا يكونونا في الماتيا يقولون معرفة الثورة ومعرفة الغزو اللي جاي من موريتان والغزو اللي جاي من المغرب. أنا ورفقة تقريبا 20 بنت
جاونا وجندونا ومشينا إلى الجماهيرية الليبية ودخلنا الكلية العسكرية للبنات بطرابلس. جلسنا فيها حوالي 4 سنوات تخرجنا بالضباط وضباط صف. ما تقدر تسول ما تسول ولا ترك منين لا ترك أنت ليه تجيب شي نفوتوا عنه 4 عمان شي نفوتوا عنه 3 عمان شي نفوتوا عنه 12 سنة قاع ما شفتوا. 89 قيمت قيمت عن ندور نرجع لأرضي. مشيت بسلاحي ومشيت بمسائل ومشيت لموريتان. من جيت لموريتان حكموني مشاو بي ودخلوه في الحبس وحبسوه وعطيت انا عام مانا في المحاين في الاسطالمه ما نرقد لا الليل ولا النهار ولا خالق حد ما نوصيه ولا خالق حد ما نقول له شوف الطريقه اللي كانك تقد لا قاعد تشوفه به. فترة التسعينات بدأت أصحو من التخدير الذي أعاني منه طيلة السنوات. أحمد المغرب نخشوه تماما نحن ساكنة المخيمات نتيجة للعوامل النفسية والحقد الدفين الذي زرع فينا منذ نشأتنا ونحن أطفال. حتى أنني أتذكر جيدا الدرس الأول الذي تلقيته من طرف أستاذي في مدرسة ابتدائية في مخيمة تندوف 1976 والذي كان يقف أمامي بعد أن كتب على السبورة عبارة طائرات العدو المغربي تصب غنابلها كقطرات المطر. يعني بخلاصة أنني تعلمت أول كلمة باللغة العربية هي العدو المغربي. ومنذ بداية العمل مع البوليزاريو جعلت لنا صورة صورة المغرب البلد المخيف البلد اللي يعني الذي يقال عنه ويقال ويقال. 83 مابلي تم استدعائي سنة 83 900 1000 هو أول استنطاق أخضع له من طرف أمن بوليساريو. بعدها تم احتجازي في معقل كان لدي مذياع صغير كنت أسمع موسيقى البيتلز فتم اتهامي بنشر الثقافة الغربية بواسطة مقطع للبيتلز من خلال مذياع صغير مهشم لأن الغرب هو العدو اللذوذ للثوريين. بسبب ذلك قضيت أسبوعا رهن الاعتقال. جيري دي ريفولشنير pour cela j'ai passé une semaine au cachot. كان يقال لي أن المغرب مغرب بلد يعيش في مستوى من الفقر خارق للعادة إلى درجة أنني حينما عدت من إسبانيا حاولت بقدر الإمكان أن أجلب ما يكفيني في على طول الطريق من مأكل ومشرب في سيارتي. فحينما دخلت إلى المغرب تفاجأت حقيقة أنني لم أجد ما كان يقال لي لا من تعاملات طيبة من الإخوة في الميدان لا من تعاملات في طيبة من الإخوة في الطريق الشرطة والدرك الملكي كانوا أناسا مؤدبون بعكس ما كنت أتلقاه من الإخوة في الجزائر. لأن أول ما يقابلك في رجل الأمن الجزائري هو السب والشتم. هو فنان تشكيلي ملتزم تم توجيه أعماله لخدمة دعاية البوليساريو وعرضت في العديد من الدول لاستدرار التعاطف والدعم للبوليساريو. المكسب الوحيد الذي حرصت عليه بعد عودتي والذي أنا أعتز به تماما هو أنني أصبحت لدي هوية أصبحت لدي أوراق ثبوتية بوجودي كإنسان. كنت أرسم المعاناة داخل المخيمات وكانت هذه المعاناة تستقل من أجل إظهار أن الصحراويين يعانون وأنهم محتاجون وأنهم يجب علي العالم أن يساعدهم من أجل جمع مساعدات. واليوم أصبحت أرسم تلك المعاناة ولكنني أوصلها إلى العالم مطالبا إياه بإنهاء هذه المعاناة. I
شقيقه النجم علال مغني ملتزم كذلك، كل أشرطته كانت تمجد البوليساريو. الأخ الناجم مطرب وموسيقار وملحن وكاتب وشاعر، يعني اكتملت فيه كل المواهب، أو حضاه الله يعني تكتمل فيه كل هذه المواهب. كان حقيقة الصوت القوي الذي أوصل حب البوليساريو وحب عقيدة البوليساريو إلى قلوب الشباب الصحراوي، لأنه الآن صحى وقلنا ضد الفساد المنتشر داخل غياب البوليساريو، وقلنا للتغيير داخل البوليساريو. رغبته في التغيير جرت عليه العنف والقمع. من مخيمات تندوف ندد بغياب حرية التعبير وبظروف الحياة التي فرضها البوليساريو. كل معارض يكون مصيره القمع الشديد والتهديد بنزع صفة اللاجئ عنه. هو مصير مصطفى سلمول سيدي مولود. بعد 31 سنة قضاها في مخيمات تندوف، خضع هذا اللاجئ والإطار السابق في البوليساريو لمعاملة قاسية في سجون الجزائر قبل طرده من التراب الجزائري باتجاه موريتانيا في 30 نوفمبر 2010. ذنبه هو أنه اعتبر مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب حلا ممكنا للنزاع. لأولاده وزوج وارتد هذا به إلى ما حمجات القيب الرجالة وانصد على المنزل. يجب أن نتخذ قرار شجاع وننخرط في الأفضل لنا وليس الأفضل لغيرنا. قعدنا كما نحن اليوم ننتظر أن العالم ينصفنا، العالم لا ينصاف لنا، هو أن نبقى كما نحن الآن مشتتين مفرقين. واليوم أنا نضالي ومعركتي هو أن الصحراويين يجتمعون. لم تسلم مخيمات تندوف من رياح الربيع العربي والتطلع إلى التغيير والديمقراطية. المعلومات والصور المتسربة عن الاحتجاجات في المخيمات نادرة، وهذه اللقطات عن المظاهرات جزء من الصور النادرة التي نجدها في الانترنت. فالمعارضة مخنوقة والمظاهرات يتم قمعها بالقوة. Finales del 87, el curso 87-88, y fui en un contingente de niños. ذهبت نهاية 97-900,000. كنا حوالي 1700 طفل من بينهم 300 فتاة. علمت عشية العطلة المدرسية أن وجهتنا هي كوبا. Cuando me dijeron que vas a Cuba, llegamos a las vacaciones y fuimos a las jaimas de fuimos a nuestras madres. لما عدت إلى البيت وجدت أمي تبكي بينما أنا كنت فرحة، لأنني كنت فعلا مؤمنة أنني ذاهبة في عطلة. لم أكن أتخيل أبدا أن هذا السفر سيدوم 17 سنة. لقد صنعوا لنا برنامجا اسمه علاقة الدراسة بالعمل. لا يترك لأحد الوقت لالتقاط الأنفاس أو للتفكير في العائلة. كنا مجبرين على الدراسة والعمل. ابتداء من سنة 75-900,000، أي بعد ذهاب الإسبان، شرعنا في استقدام الأطفال. الأفواج الأولى وصلت بحرا، يتم عزلهم ووضعهم في مدارس. كان عليهم العمل صباحا والدراسة بعد الزوال أو العكس، مع 3 أيام أو 4 أسبوعيا من التدريب العسكرية. صراحة ما فعله بالأطفال ليس إنسانيا، هو عمل العبيد. أجرتهم 5 بسوسات، أي دولار وربع في الشهر. ما فعلوه بالأطفال فظيع، لقد دمروا حياتهم. أن يتم انتزاعك في سن 10 أو 12 وتمضي 15 عاما في كوبا، هذا ليس إنسانيا. عندما شرعت في فضح هذا يقال لي: هل أنت متأكد مما تقول؟ Quand j'ai commencé à dénoncer ça, les gens me regardaient et me disaient: mais tu es sûr de ce que tu parles? Todo tenía que incluirlo Marruecos,
في ماروكو es el odio. كل ما كنا ندرسه كانت له علاقة بالمغرب. كان المغرب يمثل بالنسبة لنا الحقد، وكان يقدم لنا في صورة الوحش. هو سبب الحرب التي أجبرتنا على الافتراق عن عائلاتنا. المغرب هو الغازي، وعلينا الاستعداد لحمل السلاح والانخراط في الحرب. شيئان حطماني. الأول هو أن البوليزاريو لم يكتفي بحرماني من عطف والدي ومن طفولتي وثقافتي، بل أجبرني على كراهية والدي. كل مرة أشاهد فيها صديقاتي رفقة أبائهم أحس بالمعاناة، لأنني لم أعش تلك اللحظات، وذكريات طفولتي مؤلمة. أول مرة في حياتي نعلم على أني عندي عائلة في البوليزاريو هي في 1982. أول لقاء نشوف فيها والدتي كان سنة 1998 شهر 10. كان الحقيقة لقاء تاريخي ما يقد حد يعبر عنه. ومن بعد حمد مولانا جمع مولانا الشملي في 2003 باختي سعداني اللي كانت مهجرة شهر كوبا. في هذه الفترة كانت الحقيقة عن إنسان عنده حد من عائلته في البوليزاريو، كان الحقيقة تعدل عليه واحد النقطة ديال الاستفهام في هذاك الحقبة اللي الحقيقة كنا عايشين فيها. إن نزاع الصحراء مأساة إنسانية بالنسبة للعائلات الممزقة منذ عقود. ولتخفيف من هذه المعاناة أطلقت المندوبية السامية للاجئين في إطار إجراءات الثقة برنامجا إنسانيا لتسهيل الزيارات العائلية بين الأسر التي تعيش في تندوف والجزائر وأفراد أسرهم الذين بقوا في الأقاليم الجنوبية. تتم الزيارات بموافقة من الأمم المتحدة بعد مسطرة للتسجيل. منذ 2004 سجل 48 ألف شخص أنفسهم في هذا البرنامج. تمكن 17 ألفا منهم فقط من الاستفادة من الرحلات التي تنظمها الأمم المتحدة تحت حراسة أفراد المينورسو. ومن شأن تنظيم الرحلات البرية أن تساهم في دعم البرنامج بعد رفع العراقيل عن تطبيقه. أود تذكيركم بأن والدتي توفيت هنا. لم يكن بإمكانها التحدث إلى أبنائها لأنهم كانوا ممنوعين من مغادرة تندوف. من المسؤول عن حرماننا من رؤية عائلتنا؟ عن أي حق نتحدث؟ نحن الصحراويين كنا عايشين في شتات، ما كاين عائلة مجموعة. كل عائلة إما البو ما كاين إما الخوت ما كاينين. هذه هي المشكلة الرئيسية. ونحن أنا بصفتي كمواطن مغربي هذا ألم دائما مرافقني في حياتي. نبغي حل نهائي وسريع لحل هذه المشكلة من أجل جمع شتات كل الأسر الصحراوية اللي متشردة. نحن مفصولون عن جزء من جسدنا. أنا مفصول عن جزء مني. لم أرى إخوتي. رأيتهم آخر مرة عندما كنت ملاحظا في مخيمات تندوف ضمن بعثة المينورسو لتحديد هوية ساكنة الصحراء. رأيتهم هناك. كانت مناسبة التقيت خلالها ببعض بنات إخواني لبضعة أيام. إذا التقيتهن اليوم في شوارع باريس أو مدريد لن أستطيع التعرف عليهن. نفس الشيء بالنسبة لإخواني الذين لا يعرفون أبنائي. لم ألتقي أخي منذ 20 عاما. اشتقت إليه كثيرا، لكن ماذا بوسعي أن أفعل؟ أستطيع القول أنه لا يوجد اليوم صحراوي واحد مفروق عن واحد أو اثنين أو ثلاثة من أفراد عائلته بسبب هذا الوضع.
الأخطر من ذلك وهذه مأساة إنسانية، لأن الفراق لا يهم فقط سكان الأقاليم الجنوبية أو قاطني المخيمات، لكن الذين فروا من البوليساريو باتجاه موريتانيا أو مالي أو غيرها فقد غادروا عائلاتهم، بل قد يقعون أحيانا في أوضاع لم يكونوا يتمنونها، أي السقوط في أيدي القاعدة. كما توثق هذه التسريبة لويكيليكس، فالبوليساريو يمارس التهريب والاتجار في السلاح والبشر والمخدرات، والسلطات الجزائرية على علم بالأنشطة الإرهابية للبوليساريو وعلاقته بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. عندنا فراغ رهيب، يعني ما كاين فاش، ما كاين شيء يشغله، حتى ممكن تكون عندك وظيفة إدارية والله عمل إداري تمشي إلى عنده وترجع، ولكن هذا لا 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 توجد مثلا، لا يوجد شيء، لا توجد مكتبات، لا يوجد اماكن تنزه، لا يوجد، كاين غير الفراغ، الخيمه او الفراغ. ذهبت الى الولايات المتحده واتصلت بالسفاره المغرب وقلت لهم انا عمر الحضرمي. النزول لاول مره فوق ارض المغرب كانت لحظه صعبه. نزل في الطياره كنلقى هذاك اللي ما كيحبني وكنحب جيش مصري. لم اتردد في الصعود الى الطائره والعوده الى المغرب. بالليل الاولى في دارو لقيت عنده ولاد الحربي بالخير وانا ادفيرسير دارجي. كانت معايا زوجتي وابنائي، وهذا في الحقيقه الامر ساعدني نفسيا. قبل عودتي كانت هناك عده لقاءات بين مبعوثي جلاله الملك وبيني لترتيب العوده. في العشيه قال الملك قول للجزائريين باللي راه عمر جا. قال له ما عرفتيش اش قال له؟ قال له اتونسيون هذاك اللي دونجوري، هذاك راه جيت مكرر باش يخلص الاوراق. انطلقت بقناعه وعدت بقناعه. الهدف من هذه اللقاءات هو أن يشرح لي أن جلالة الملك بصدد انفتاح سياسي يمكن البوليساريو من أن يكون فاعلا سياسيا في المغرب. كما تعلمون البوليساريو يبيع فكرة الضحية أمام الأوروبيين، وهذه نجح فيها إلى حد ما. كيفاش يتقمص شخصية الضحية، الشعب الضعيف القليل أمام المغرب اللي دولة عظيمة وكبيرة وكذا وكذا. إذن هذه هي الطريقة اللي كان ينجح بها تقريبا في إيصال رسالته شيئا ما. El hecho de que en España el mensaje del Frente Polisario هناك عاملان أساسيان يجعلان خطاب البوليساريو مقبولا من طرف أغلبية السكان، فمن جهة تم إقناعنا بأن لإسبانيا دينا تاريخيا تجاه ساكنة الصحراء، ومن جهة أخرى هناك الدعاية التي يقوم بها البوليساريو في إسبانيا منذ 35 سنة، وهي دعاية استثنائية تستعمل جميع الوسائل وتستغل كل المناسبات لكسب تعاطف الإسبان. وكونهم لاجئين في المخيمات يمس بشكل مباشر شعور الإسبان، فمن الطبيعي أن مخيما للاجئين وسط الصحراء يمس بشكل مباشر مشاعرنا. إن العديد من المنظمات التي كنا نعتقد أنها تساند مشروع البوليساريو لم تكن في الحقيقة مساندة للبوليساريو، بل متعاطفة مع سكان تندوف. البوليساريو يعتمد خلطا ذكيا عندما يقول بأن كل من يأتي إلى تندوف لتقديم الدعم الإنساني للأطفال يدعم البوليساريو. هذا ليس صحيح، هم أناس يقدمون الدعم للساكنة التي تحتجزها قيادة البوليساريو.
ليس السلام في مصلحة قيادة بوليساريو. من يكون بوليساريو؟ هو مجموعة صغيرة من الأغنياء ونخبة متعلمة يتلقون مساعدات دولية مهمة جدا وكثير مال، يشغلون مناصب دبلوماسية جيدة عبر العالم. إذا تم حل المشكل سيصبحون لا شيء ويفقدون كل هذه الامتيازات. الجزائريون بدورهم لا مصلحة لهم في السلام، لأنهم يريدون ترك الملف مفتوحا تحسبا لما قد يحمله المستقبل. من الواضح أنهم لا يريدون إنشاء دولة، هم يشبهون مقاولة. لديهم أموال كثيرة ويعيشون بشكل جيد، أما إنشاء دولة فليس بالأمر السهل، وهذا يطرح عدة مشاكل ويتطلب عملا كبيرا. إنهم يعيشون حياة سعيدة أحسن بكثير من ساكنة الصحراء وساكنة المغرب. لماذا سيغيرون إذن الوضع القائم؟ من يكون هؤلاء الذين في تندوف؟ إنهم جزائريون، وفي أحسن الأحوال هم من الأزواد المنحدرين من شمال موريتانيا، ولا علاقة لهم بالسكان الأصليين للصحراء الإسبانية. أما القول بأنهم صحراويون فهو قول فضفاض، لأن كل الرحل هم صحراويون. لا بد من إحصاء السكان لتمييز بين عنصرين، البوليساريو باعتباره حركة، والسكان المدنيون المحتجزون والذي ينبغي إنقاذهم. الأمر المهم الثاني هو أن البوليساريو ليس الممثل الوحيد للصحراويين، إنه يمثل ما يريد. هناك الكثير من الصحراويين لا يمثلهم البوليساريو. الحل السياسي ليس موجها للبوليساريو بل إلى الصحراويين. إن مسألة العدد مهمة، لأن الدعم المقدم للاجئين مرتبط بها. في البداية كان البعض يتحدث عن مئات الآلاف من اللاجئين وعن أرقام كبيرة. أصر البوليساريو لمدة طويلة على رقم 150,000 شخص. رفض المغرب دائما هذا الرقم. مبدئيا المندوبية السامية للاجئين مهمة للقيام بالإحصاء، لكنه لم يتم أبدا لأن البوليساريو يعارضه. تمت إثارة قضية الإحصاء لأول مرة في الرباط. أثرت هذه القضية في تندوف والجزائر، وقيل لي هناك إن المندوبية السامية للاجئين مرتاحة من الأرقام التي تقدمها دولة الاستقبال. وذلك مما يمكن من تحديد حجم المساعدات الإنسانية، وبأن الذهاب أبعد من هذا يكتسي صبغة سياسية غير مبررة. بقي نزاع الصحراء على أجندة الأمم المتحدة طيلة عقود باعتباره أقدم نزاع في القارة الإفريقية. We had to create
structure. كان علينا أن ننشئ بنية مقبولة من الطرفين. توصلنا إلى اتفاق يقضي بحضور ممثل رسمي عن كل طرف وشيخ من كل مجموعة قبلية تم تحديدها آنذاك. A sheikh of the particular tribal group at the time being identified. All right, from then we move on. تمكنا من الخروج من هذه الوضعية المعقدة وتجاوزنا المرحلة الأولى. عندما أحاول أن أشرح في الخارج مسألة المجموعات القبلية يقال لي إن هذا معقد جدا وصعب الفهم. في المرحلة اللاحقة واجهتنا أكبر عرقلة، فالمغرب أصر على أن تبدأ عملية تحديد الهوية باحترام آخر توصية للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافير بيريز ديكويلار. في كل مرة كنت ألتقي فيها البصري والبشير كانت الطاولة دائما مستطيلة وأحيانا كبيرة جدا. تعودت أن أقول لهما في هذا الجانب يوجد الاستقلال وفي الجانب الآخر يوجد الانضمام بكل بساطة. ثم أقول لهما بطريقة حازمة إنني أرفض الجوانب وبأننا سنناقش ما يوجد فوق الطاولة. قد يكون قريبا جدا من الانضمام وقد يكون قريبا جدا من الاستقلال، لكنني أستبعد هذين الخيارين. نحن أمام وضع جديد. هناك مجموعتان جديدتان من السكان في الصحراء، ليس السكان الذين كانوا متواجدين سنة 75 أو 91 فقط، إنهم سكان مختلفون. فهل من المشروع حرمانهم من استشارات محتملة حول مستقبل المنطقة؟ إنه مشكل حقيقي. إن المقترح الأخير الذي تقدم به المغرب ولقي ترحيبا من المجتمع الدولي يمنح حكما ذاتيا حقيقيا، وهو قريب من الهدف الذي كنا نسعى إليه منذ سنوات. وفي سياق الدستور المغربي الجديد ومسعى الشعوب إلى مزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، أعتبر أن المقترح المغربي جدير بالاهتمام. بعد 20 عاما من إنشائها توجد بعثة المينورسو في ورطة، فالسكان الذين لا يلمسون تقدما في الملف يتساءلون عن شرعيتها. حاول الأمين العام الأممي إنهاء مهام المينورسو أو تغييرها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، إلا أن أيا من هذه الخيارات لم يتم تبنيه، فأصبحت الأمم المتحدة في مأزق.
لا نعرف ما هو الدور الحقيقي للمينوسو، ربما فقط لتذكيرنا بأن هناك مشكلة. عندما نطرح السؤال على المينوسو يجيبوننا إنهم هنا لحفظ السلام، لكننا لا نعرف عن أي سلام يتحدثون. ربما مهمتهم هي الحفاظ على الوضع القائم، هذا ممكن. إن الواجهة التي يقدمها البوليساريو للخارج جذابة، ولكنها تبقى مجرد واجهة. لاحظوا ماذا يوجد في الداخل. إن الكثير من المتعاطفين مع الحركة تثيرهم الواجهة والشعارات، ولكن عندما تنتمي إلى أجهزة هذه الحركة تجد أن الشعارات التي ترفعها جوفاء. إن البوليساريو لا يشتغل لصالح الصحراويين. البوليساريو اعتقل من الصحراويين أكثر مما اعتقلت إسبانيا، وقتل من الصحراويين في ظرف 10 سنوات أكثر مما قتلت إسبانيا في 100 سنة. إن البوليساريو الحقيقي والمنتمي للصحراء والذي كنا طرفا فيه سابقا، هذا البوليساريو لم يعد موجودا، هذا واضح. لأن الأغلبية الساحقة من عناصر هذا البوليساريو عادت إلى الوطن الأم. أما البوليساريو باعتباره علامة سياسية وتجارية فيمكنه الاستمرار دائما، لأنه مرتبط بوجود الجزائر كدولة. قيادة البوليساريو هناك تعرف أن البوليساريو لم يبقى مشروعا سياسيا جادا وقابلا لتحقق. الوضع مربح بالنسبة لهم، يجنون منه بعض المصالح، والجزائر تستعمله ورقة ضغط. لقد تمت قرصنة البوليساريو، لم تعد له السلطة. الجزائريون هم من يتحكمون فيه عن طريق محمد عبد العزيز. كانوا يتركون لنا فقط هامشا لمحاربة المغرب عسكريا وسياسيا. أما كل القرارات الكبرى فهم من كانوا يتخذونها. فقدنا السيطرة على مصيرنا منذ تلك الفترة. فكرة مثلا الاستقلال وبناء الدولة حتى هم لا يؤمنوا بها إلى حد ما، بل المهم هو الاستمرار في هذا المشروع. إنشاء دولة في الصحراء هو وهم وستكون ذلة للجزائر. وحتى إذا تخيلنا دولة في الصحراء فالأمر خطير جدا، لأن الدول الثلاث ستبقى عرضة للمشاكل. ستكون مشاكل للجزائر في تندوف، ولموريتانيا في زويرات، وللمغرب في قلميم. هذا ليس حلا، لأن هذه المناطق الغير متنازع عنها تتوفر على نفس التركيبة السوسيولوجية للصحراء. وحنا عشنا في محيط كل شيء عنده العالم هو الجبل. حتى نقدر نحكي لك نكتة. عندي جداتي الله يرحمها كان عندها راديو تسمع فيه الإذاعة. كل ما تسمع في الأخبار الجمهورية كذا غير الجمهورية الصحراوية، تقول غير اللي قام يسمي بلاده جمهورية. تحسب أنه كان غير جمهورية واحدة في العالم هي الجمهورية ديالهم. أعرف المغرب العربي جيدا، اعتقلت في ليبيا وفي موريتانيا. في موريتانيا اعتقدوا أنني من حركة الكادحي. اعتقلت مرتين في الجزائر، واعتقلت وعذبت في المغرب، لكنني دخلت كذلك إلى القصر الملكي في المغرب، والرئاسة الجزائرية، وقصر القذافي، والرئاسة الموريتانية. أعرف أن المغرب العربي هو في العمق بلد واحد بنفس الطموحات. إنهم يضيعون كثيرا من الوسائل والمال في مجهودات غير مجدية. احنا الصحراويين، وهذا ما يقد حد ينكره، من النهار اللي انشأت الصحراء اللي تعرف الآن المغرب، الصحراء اللي نعرفه الآن المغرب. ولك الصحراويين اللي كانوا تحت النفوذ الإسباني عن الجزائر ما نعرفه، ولا قط شفناها سابق آخر الستينات في 67 والله 68 هذا يديروا أمقار في تندوف. عندنا من هون نمشوا سابق ذاك ما قط تخلطنا معهم.
نعرف عنها دولة حقيقة من الدول اللي يعتمد عليها، ولكن احنا ما نعرفها، انا الصحراوي ما نعرف. موريتانيا دولة ضعيفة، اللي عندنا من شيء قد نعتمد عليه حقيقة عنه ونتحد معه ويلا نتعاون معه هو المغرب. خمسة وثلاثين عام ما فيتك غرام، محاصر بفكار حكامك ينهار، نظامك بنفال حكامك الكبار، الزمن مفتوح والسكل خيام، الزمن مفتوح والسكل خيام. خمسة وثلاثين عام تتالي بلود ولا توجد أسباب، تركأ وعليات شيب والشباب ينتظروا حلول الكذب والأوهام، ينتظروا حلول